يا وسهلا بيكم لكم التكنولوجيا. ايه المكان ده؟ خلينا نخرج في مكان مفتوح كده احسن. قررت ان انا بعد ما اعمل ريفيو من جوه الاستوديو ننزل ناخد راي الناس الاول في الموبايل ده، ايه اكتر حاجه عجباها في الموبايل ده بدلا من الموبايلات مثلا الفولد او بدلا من الموبايل ايفون اللي بيستخدموه او بدلا من الحاجات دي. احسن كاميرات في موبايل فولدبل ده، احسن موبايل تشتريه 2800 نتس، موبايل ممتاز. طب انت لو ما بين ده وما بين السامسونج جالاكسي فولد تختار ايه؟ شاشه حجمها 6.3 انش، 6.3 بوصه. صراحه اول مره اشوف حاجه زي كده، يعني الحته دي اعلى برايتنس موبايل موجود في العالم. تعالى اسمك ايه؟ عمر. اسمك ايه؟ انا مهند. اسمك ايه؟ يوسف. اسمك ايه؟ احمد. عارف الموبايل ده ايه؟ سامسونج. اول كلمه سامسونج. لا واثقه من نفسيها، مش واخد بالها كده. متن حلو حلو. هو شبه الفولد بتاع سامسونج. تعرف الموبايل ده اسمه ايه؟ لا. طب ما افتح كده شوف. لا والله انت زريع قوي كلمات. ما اعرفش والله. افتح بص، ممكن تكون تعرف. لف كده ظهره. ما ماركته ايه؟ اوب يا راجل. تعرف ايه الموبايل ده؟ لا اول مره امسك ده. اوبو. اي حاجه انت ملاحظها في الشاشه؟ ان هو الكريز اللي هو اللي في النص ده مش باين قوي. اوكي. دايما اي موبايل فولد لما تيجي تستخدمه بيبان في حاجه اسمها كريز. ايه هي كريز؟ هي الشيء اللي هنا ده اللي انت بتشوفه مع الاضاءه. عامه هنا الموبايل ده فيهوش تانية. الموبايل ده هو من الموبايلات القليله جدا عالميا، لو ما كانش الموبايل الوحيد اللي ما فيهوش تانية دي مش محسوسه اصلا. ده من اولى الموبايلات اللي في العالم اللي انت ما تحسش بالفرق اللي في الشاشه. فاهمه. جرب كده ماشي صباعك. مفيش هنا الزحليقه اللي كانت موجوده. ودي هي اهم نقطه بتفرق معايا في الاوبو ان 3، وهي اختفاء الكريز او الثانيه او الفاصل في الشاشه. ده تقريبا مش واضح. كل مره كنت بدي الموبايل ده لحد بقول له ايه الفرق الموبايل ده عن اي فولد تاني انت شفته او مسكته، كان يشاور على الثانيه دي ويقول لي ان هي مش محسوسه. لدرجه ان في شخص لعبه على الموبايل وما كانش حاسس بيها. طب ايه رايك في الشاشه الخارجيه بتاعت الموبايل؟ كويس. وده ياخدنا النقطه الثانيه وهي الشاشه الخارجيه، الكفر ديسبلاي. ودي شاشه حجمها 6.3 انش، 6.3 بوصه، وده يعتبر حجم كبير. الشاشه دي LTPO3 OLED، والشاشه دي بتوصل ريزولوشن بتاعها لتقريبا 2K و120 هرتز في كفر ديسبلاي، حاجه تستخدمها وانت مش محتاج تفتح الموبايل. طب انت لو ما بين ده وما بين السامسونج جالاكسي فولد تختار ايه؟ ممكن اختار ده علشان الحته بتاعت ان هو الحجم بتاعه كحجم تليفون عادي، لكن الفولد اطول شويه. اوكي. وده حاسه اعرض. انت حاسس انت ممكن تستخدمه وهو مقفول يعني؟ كتليفون عادي يعني. انا جربت الفولد اول ما نزل، استخدمته فتره اسبوعين او ثلاث اسابيع. عبد الرحمن ورا الكاميرا هنا انبسط بيه، اخده شهر. تمام. بعد كده الموبايل ده جالنا وكل حاجه كانت غلط في الفولد احنا لقيناها اتصلحت هنا. اهمها بالنسبه لي مثلا هي الشاشه الداخليه. ولو الكلام ده يتحط في مقارنه مع السامسونج جالاكسي فولد، الفولد اطول وارفع، فبالتالي استخدامه مش بيكون بسلاسه. ممكن يكون احلى في الفرجه على افلام مثلا ستريبايه كده لذيذه تتفرج عليها، على فيلم لذيذ ماشي، لكن كموبايل تستخدمه وانت مقفول الفولد مش سهل. ده موبايل ممكن تستخدمه وهو مقفول. انا بقرا ارتكل عن السايبر تراك الجديده بتاع تسلا، هنعمل عنها فيديو قريب جدا. حاجه برضه ما تعرفهاش، الموبايل ده هو اعلى برايتنس موبايل موجود في العالم، 2800 نتس. ده رقم ما حصلش في ولا موبايل نقطة، مفيش حاجة أعلى من كده. افتح كاميرا كده بتاع الموبايل. صور صاحبك، صور أكتر واحد فيهم، أكتر واحد فيهم بتحبه. يا ابني لا ما فيش حد. صور كده في مودز مختلفة للتصوير، جرب كده مثلا صور بالبورتريت أو صور بالفايف أي. إيه ده؟ لا لا اسمه كده اسمه تخ. اوريك على روشه. وريني. افتح كاميرا. اوكي. هات لك فوتو عامله 0.6. ايه اللي بالموبايل؟ تخيل انت ممكن تاخد صوره. خد صوره. تمام. لا انا اول مره اشوفها دي بقى. وطبعا في الحته بتاعه الكاميرا الباك، تفتحها على وايد انجل، تفتح الموبايل تاخد السيلفي بتاعتك بالكاميرا الباك كاميرا وانت شايف نفسك في الشاشه كفر ديسبلاي. ودي فيتشر مش جديده، دي فيتشر حلوه جدا. والكاميرات هنا برضو كاميرات حلوه جدا جدا جدا، وهي احسن كاميرات في موبايل فولدبل. لكن هي مش احسن كاميرات ونقطه بعديها، لا هي في كاميرات احسن من كده، ممكن تكون مثلا موجوده في الاس 23 الترا بالميت اكس زوم بحاجات مختلفه كفيتشرز، ولكن دي هي احسن كاميرات في موبايل فولدبل، فيها كواليتي صور ممتازه، واللوجو هاسل بلاد التخين ده والفلاش اللي موجود وحده يعني
ده شويه ديزاين كده حاجات كده لذيذه. واحنا ممكن ما نكونش ادينا الكاميرا حقها, بس احنا عايزين نتكلم معاكم على حاجه اهم من الهاردوير بتاع الكاميرا نفسه, وهو الفلترز بتاعت هاسل بلاد الموجوده جوه ابلكيشن الكاميرا. انت بتختار ما بين فلترز كده سينمائيه وجميله وواقعيه ومش واقعيه خالص وحلوه جدا, ومش هتعرف انك بسوفت وير عادي انك تعملها غير لو انت شخص فعلا شاطر, لان الفلترز دي بتستخدم الهاردوير بتاع الموبايل لايف وانت بتصور ان هي تعمل لك كواليتي احلى. فانت حتى لو صورت صوره وجيت اديت بعدين الصوره دي باحسن برنامج وباشطر اديتر الوان ممكن تجيبه, مش هيقدر يطلعها زي ما الفلترز دي بتشتغل هاردوير ليفل مع الموبايل اللي هيطلع لك صوره احلى. الموبايل ده فيه منه نسختين, نسخه الاوبو فايند ان 3 اللي هي معايا دلوقتي, وفي نسخه منه تانية بنفس الامكانيات بنفس كل حاجه بس ببراندنج وان بلس, وهو اسمه الوان بلس اوبن. وكتلخيص للفايند ان 3, الموبايل ده موبايل ممتاز وانت ممكن تسمع عنه كلام قد كده, ولكن خليني اقول وبكل بساطه وبكل حب, سامسونج كان عندها فرصه كبيره ان هي تطور من الفولد 3 للفولد 4, وشفنا تطويرات بسيطه وحلوه. كان عندها فرصة أكبر من الفولد 4 وفولد 5 اللي هي بقى تبدع في حاجات, ولكن مفيش تغييرات حقيقية احنا شفناها في الأبجريد ده, والموبايل ده هو اللي قدر يدخل ويخطف كل الأبجريدز اللي أنا كنت محتاج أشوفها من الفولد 4 لفولد 5, ويعملي في الآخر موبايل ممتاز أقدر أعتمد عليه وزيادة وانبسط وحاجات كتير قوي. وفايند ان 3 بكل بساطه لو انت بتفكر في موبايل في فئه الفولدبل, ده احسن موبايل تشتريه. وبس كده, ده كان فيه النهارده العركو ستايل. احنا نزلنا سالناكم في الشارع وكده, قولوا لي انتوا بتكونوا فين عاده, فين في القاهره؟ احنا كنا في فارماسي سنتر, ولكن انتوا عايزين ننزل مكان معين ممكن ننزل ونصور معاكم ونعرف ارائكم في الموبايلات اللي احنا هنعمل لها ريفيوز بعد كده. شكرا لكم, شفتوا الفيديو, اشوفكم في الفيديو اللي جاي.